السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحوري، امتحانات شهادة السودانية ستعقد قبل نهاية العام الجاري. معارك عنيفة في الفاشر باستخدام القصف المدفعي والجوي والطيران المسير. الميليشيا تغتال المواطن خلف الله الفيدي. كاتب أمريكي: السودان ممزق بين جنرالين وهناك ينفذ الطعام فيما تتدفق الأسلحة بحريا. جريدة عربية: وسط تزايد الضغوط السعودية المصرية، الجيش السوداني يواصل التقرب من إيران. البرهان يشهد تخريج دفعات الكلية الحربية والتأهيلية والجوية والأكاديمية البحرية. تقرير مطمئن للجنة الطوارئ الصحية حول ضربات الشمس بالبحر الأحمر. البرهان: السودان يتعرض لمؤامرة كبيرة، ليس لدينا مفر من خوض المعركة. وفاة 4 أشخاص في بورت السودان إثر سقوط يافطة للدعاية. خالد يوسف: بيان الخارجية بشأن جنيف حمل مغالطات عديدة. مصدر: اجتماع جنيف سيضم كل أطياف الشعب السوداني ما عدا طرفي الحرب وحواضنهم والحركات المسلحة. إبراهيم جابر يترأس اجتماع لجنة التعامل مع بعثة الأمم المتحدة. تفشي الإسهالات بين النازحين في القرية 6 بنهر النيل بسبب المياه الملوثة. المبعوث الأمريكي يصل إلى إثيوبيا لترتيب محادثات جنيف. خالد فضل يكتب: الواجب دعم الجيش في الاتجاه الصحيح وهو التفاوض. سد النهضة: مصر سنقف بكل قوة ضد من يهدد حقوقنا، والوسائل كثيرة جدا. مع اقتراب موسم الحصاد، حرائق النخيل المستمرة تثير قلقا متزايدا. وفيات وحالات وضوع حرجة، ازدياد معاناة النازحين العالقين على طريق أبو رخم القضارف. مستشار الميليشيا: ذاهبون إلى جنيف بقلب مفتوح ووقف الحرب يوقف الانتهاكات. تزن 20 طن: السودان يستلم شحنة طبية لدعم علاج فيروس نقص المناعة والسل. عرض وثيقة لإعمار القطاع الزراعي السوداني. اعتقال وجدي خليفة أحد كبار قادة حزب البعث في القضارف. محلل سياسي: البرهان كان لديه معلومات عن محاولة اغتياله. إدريس: لازلنا في موقف الحياد منذ بدء حرب 15 أبريل. ولغرب دارفور الجديد: تحرير الولاية من الميليشيا بات وشيكا. اجتماع مجلس الوزراء السعودي يصدر تأكيدات بشأن حل الأزمة السودانية. سياسي: الإسلاميين هم من يقف وراء صناعة الميليشيات التي تقاتل مع الجيش. السيسي استقبل محمد الدبي. الرئيسان المصري والشادي يبحثان وقت إطلاق النار في السودان. تقدم تنفيما تردد حول مشاركتها في مباحثات وقف إطلاق النار بجنيف. البرهان يؤدي صلاة الجنازة في قتل حادثة جبيت. مصادر: فصل جزئي في وسط كبر ودي العيس الرابط بين سنجة والدندر. بنكوك يعود للخدمة عقب تحديث التطبيق من كوك ليبلاي. تضرر 1500 منزلا وأسرة بالقضارف جراء الأمطار والسيول. وزير الداخلية يلتقي عمدة الحمادة ممثل أمير الحوازمة. كارثة إنسانية في مخيمات النزوح بدارفور ومناشدة للتدخل العاجل. توقف تطبيق بنكوك بسبب أعمال الصيانة. مقتل مقدم بجهاز المخابرات العامة في هجوم مسيرات استهدف مبنى المخابرات بكوستي. مسيرات جبيت تسفر عن 5 قتلى خلال احتفال عسكري. البرهان: لن نضع السلاح حتى تطهير البلاد من المتمردين والمرتزقة. ولاية الخرطوم تبدأ في القبض على الأجانب المخالفين لقرار المغادرة. واشنطن: نحن علي علم بالتقارير عن هجوم الطائرات بدون طيار ونعارض العنف. إحباط تهريب 33
من ضحايا الاتجار بالبشر على الحدود الأثيوبية في طريقهم لداخل السودان. تسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا بولاية كسل. 80 من مسؤولي المكتب الإقليمي للصحة العالمية يقفون على دمار الميليشيا للقطاع الصحي. تزايد عدد المشردين والمتسولين في كادوقلي. مجلس الأدوية والسموم فرع ولاية الخرطوم يباشر أعماله بعد حادثة المسيرة. البرهان يزور المصابين في مستشفى جبيت. الدعم السريع تنفي صلتها بمحاولة اغتيال البرهان بمسيرة. ولشمال دارفور نعمل مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الأوضاع المعيشية الخانقة. شاهد عيان المسيرة الثانية سقطت في مكان للطائر الهيليكوبتر التي كانت قد غادرت لمكان لمن بعد المسيرة الأولى. عروة الصادق جماعة الإسلاميين تهدف من وراء تسليح المدنيين إلى تحجيم دور الجيش. جابر يترأس اجتماع لجنة التعامل مع بعثات الأمم المتحدة. تنفيذي بربر يوجه بإكمال الخدمات الأساسية لسوق الذهب الجديد. مستشفى مكة للعيون عطبرة تفتتح الأقسام التخصصية. الحركة الشعبية تدعو لتوصل لاتفاق إنساني منفرد مع طرفي الحرب حال تعذر وقف إطلاق النار بجنيف. وفاة 2 إثر سقوط بلكونة بالقرب من مستشفى الحوادث بسبب الرياح والأمطار. سياسي الإسلاميين بدعمهم للاستنفار يسعون لتمدد شعبي لاستعادة منصات انطلاق جديدة. حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي تتبرأ من بيان حركات سلام جوبا. الميليشيا البرهان لا يملك حق تعيين والي لغرب دارفور. تزايد حالات النهب والسرقة بالضعين. شاهد عيان المسيرة الأولى سقطت خلف المنصة واستشهد على أثرها عقيد وشخصين أخرين. تدشين برنامج المساعدات الطبية والهندسية المقدمة لمستشفى الأمير عثمان دقنه. تدشين المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بمروة. فيديو تردن سودانية تعبر عن استيائها من سلوكيات أبناء وطنها في مصر قائلة هربته. وصول 4000 كرتونة غذاء علاجي لأطفال جنوب دارفور. المرور بكسلة تدشن نافذة لترخيص مركبات الولايات المتأثرة بالحرب. لقاء تفاكري بين تجمع الإعلاميين بالسلطنة ورئيس الجالية السودانية. يعقوب حج آدم يكتب الموعد اقترب يأهله وتجارب الطوء انسه مفيدة. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك. ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.